القبائل الشيخ سالم دويب عبر الهاتف معي من الزويتين. بداية أهلا بك في هذه النشرة الإخبارية. سؤال يطرح نفسه، من الذي سيقدم الضمان بعدم ربما إعادات النفط وصادرات النفط تعود إلى البنك وإلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ويتم بتلك الأموال تذهب إلى الميليشيات والجماعات الإرهابية مجددا وتعود الكرة مرة أخرى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم طبعا تمت دعوة الأعيان حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الثروات الليبية وقطاع النفط. المطالب الأعيان والمشايخ والشعب الليبي هي معروفة، وأسباب إغلاق النفط في الماضي معروف، هو الإنتاج النفط والغاز، وإيرادات النفط والغاز أصبحت في أيدي الميليشيات وفي أيدي الخونة والعملاء، يأخذوا الإيرادات وإنتاج النفط ويشتروا به ذمم الناس. نعم. ثم أتوا بتركيا الظالمة لاستعمار ليبيا. بناء على ذلك أعطينا فرصة للحكومة الغير شرعية لمدة 3 أو 4 سنوات لم تضع حل للشعب الليبي، وبعدها اجتمعت القبائل الليبية المكونة من الأعيان والمشايخ وأقرت إغلاق النفط في الماضي. واليوم اجتمعت القبائل الليبية والحراك المدن والقبائل الليبية وأقروا فتح النفط، ولكن بشروط، وتسليم للقيادة العامة تسليم مطلق، القيادة العامة للقوات المسلحة لمناقشة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على أساس أن يتم تنفيذ مطالب الشعب الليبي. أولا، النفط الليبي هو لملك الليبيين. ثانيا، تنفيذ المطالب الشعب الليبي، وفي حالة المطالب سنعود ونغلق النفط من جديد. طيب، دعني أنتقل بسؤالي الآخر إلى الشيخ إبراهيم بوحريبة، أحد مشائخ وأعيان بلدية البيضاء، معي عبر الهاتف من البيضاء. أهلا وسهلا بك شيخ إبراهيم.